motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. ازيكم عصام لعبة ماينكرافت. وانا كنت بجمع خشب كتير قوي، جبت خشب ملايين ملايين عشان عاوز اعمل بيت. ايوه عشان عاوز اعمل بيت، وعاوز اكسر خشب برضه عشان بدل ما اروح بعيد يكون عندي هنا مساحة فاضية، لكن الشجر كتير قوي. انا قعدت اكسر كتير، يعني طريقة ما حدش يتخيلها. اوكي ونكمل. طبعا انتوا تقولوا ازاي؟ طبعا انا كنت بالستون بعدين ايون، انا قطعت حتة كبيرة قوي، يعني ما قطعتش حتة صغيرة، قطعت يعني ممكن نص ساعة كده قطعتها، يعني قطعت كتير. اصلا بعد ما قفلته لقيت كهف، دخلت الكهف كان ضلمة، لقيت ايون لقيت فحم، خدت الاثنين. دلوقتي مكان البيت بعمله، ياس مكان البيت هو هيبقى هنا ما بين الاشجار. عشان ايه بس؟ هيكسروا الاشجار، هكسرهم كلهم تقريبا. انا بس كل دوت مش هيبقوا موجودين، لكن انا عاوز اعمل ايه، الصندوق لازم اجيبه واحطه هنا، احط فيه اللي انا مش محتاجه خالص، الدرت مش محتاجه، الادوات الخشب والستون مش محتاجينها، مش محتاجينها، مش محتاجين، مش هنعمل ادوات لا، والبيض مش محتاجينه، وبرضك الورد مش محتاجينه، وبرضك الخشب ده هنحطه هنا، والفحم وهنا، وده 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 وده، لا لا ده هنبني بيه، وده هنسيبه هنا، وده هنسيبه هنا، وده هنسيبه هنا. مش فينا عمال اقول ده هسيب كل دول، حتى ادوات الايرون عشان كده ادوات الايرون برضه احط ده كده عشان نكمل بقى الصندوق كده كده كده. دولة اللي عندي موجودين، لكن صحيح الصندوق المخفي، صندوق مخفي يا جدعان. الله الله جيت الله. انفيزيبل اسمها اهو. بص كل شيء، تعالى تعالى تعالى، بص انفيزيبل حرفيا. هاخدها صور في المونتاج. يا اخوي ناخد الشيست، خد دي معانا، ناخد دي معانا. اوكي نحل. اوكي يا شباب نكمل طبعا، يعني هنا كل حاجة. اوكي يلا طيب خلاص، يبقى ده الحد هنا خلاص، بقالي كتير بعمل. خلينا نبني. وبرضك انا هعمل ارضية برضك، المساحة الفاضية دي كلها مش هبني عشان اوازن بلوكات، انا لازم اوازن المكان مش
عشان البيت حاسه هيبقى كبير، مش عارف ليه صراحة. يعني شو هتنعمل فوق بعض؟ يعني كده كده. على فكرة لو ان انا ما قطعتش ولا حاجة من دولت كان زمان مدتها ساعة فعلا، ودي حقيقة كانت طويلة. لكن انت تقريبا هشوف الحلقة 10 دقايق كده او حاجة زي كده. لازم يعني تشوف 10 دقايق ايش في ورا. فعايزين ننزلوا بلوكس، هرجعها في القناة. بلوكس كانت سلسلة حلوة. أيوة مساحة زي دي أقدر أعمل فيها بيت كويس كويس كمان. يعني مش هعمل بيت ايه خرافي يعني. هما كم بلوكة دول؟ كده كده كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 19 19 20 21 22 هم الأول عمر. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 22 بلوك. هو اي حاجة لازم تيجي وانا بصور. ثواني اوكي يلا حط كل الشغلات هنا، الشفلات كلها والباقي نحطه هنا. ودول هحطهم هنا عشان كده يعني. وناخد أكل معانا برضو وهنكمل. عملت الشيست مكان عشان اعرف ان هو هنا، عشان هو في جليتش تقريبا بيخليه مخفي. فعلا في تشيست المخفي بسميه كده The Invisible Chest. خلينا ناخد ده معانا بالمرة بالمرة يعني كده كده. طبعا هيبقى معايا الدبت بالهبل. اخرج الخنزير من هنا. خلينا نعمل كده 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 كده. ونشوف ساعة غير كافية. ثواني تبقى كافية. مسحت الفيديو اللي احنا بتاع ماينكرافت اول فيديو كان 16 دقيقة مدته، لكن بعد القطعة كان بقى 6 ولا حاجة. يلا يلا بقى
كمل وصلنا النهارده وعنوان الفيديو اسمه ايه ده، من عمال اقول هيل عشان مش عارف. يا واو دلوقتي باين، لكن برضك هيبقى العنوان الصندوق المخفي. عافية هي عافية، عنوان وصلنين الصندوق المخفي. كان برضك حموم ما كنتش عارفة اكتب انفيزبل، كتبتها ام فيزبل. انفيزبل حلو وحل بعض، عملت 500 شفل حجر مخصوصا عشان اعمل ارضية البيت. هعمل ارضية البيت وهقفل الفيديو عشان بقالي ساعة بلعب ماينكرافت، حرفين ساعة كاملة. انت تقريبا هتشوفها 13 دقيقة، كام الفيديو دلوقتي؟ 13. هتشوفها 13، مش هعمل اي حاجة تقريبا، ولو قطعة ماشي هعمل قطعة شوية. يلا يا رب يا ربي، انا كتير اوي قعدت كتير. يلا اجيلكم لما هعمل دي وهعمل اوضية معايا. اوكي يعني هحس الاوضية دي يعني قليلة، لكن انا همسح حتة انفيزيبل اللي انا انفيزيبل اللي انا كنت عمال اعملها دي، همسحها. تقريبا الفيديو هيبقى كتير طويل. فيديو طويل جدا 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 جدا، طريقة مش طبيعية. واو ايوه معاه استكدر حرفيا، استكيت. البنا هيبقى سهل، البنا هعرف ابني بسرعة. يس حط الاثنين دول في التشست. يا سلام، شوف شوفوا شوفوا كام. ده اللي انا اقدر عليه. لا 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 مش مين اخد ده. برضك عنوان الفيديو هيزال الصندوق المخفي. جوا صندوقين ده، نعمل كده وكده عشان نحط باقي الحاجات. نحط السرير، وننام على السرير عشان لو عجبكم انسوا لايك وشير سبسكرايب، ويلا سلام.